المطربة الكبيرة نادية مصطفى، بقول لحضرتك منورة الدنيا كلها. انتوا اللي منورين والله. والنهاردة بنحتفل بمئوية ديفيليهات هاني البحيري، عايز اعرف اكيد لبستي من عنده كتير. انا عارف طبعا طبعا هاني من اول ما لبست عنده وانا ابتديت الناس يعني الفت نظر الناس، لان هو هاني الكات بتاعته حلوه، افكاره حلوه، بيعرف الجسم ده ممكن يلبسه ايه وما يلبسوش ايه، فهو يعني عايزه اقول لك ايه، هو فنان عالمي. انا بقول دايما عليه الفنان العالمي هاني البحيري، وفخر مصر طبعا والعرب كلهم. فستاني اللي ما تنسوهوش ابدا من تصميمه. كل فساتيني اللي انا لبستها من تصميم هاني بحيري عمري ما بنساها، وليها ذكريات حلوه معايا، بس انا الفستان اللي ما بنساهوش ابدا فستان فيروز، فستان فرح فيروز لما هو هاني عمله ولبسني يومها ولبس اختها كمان ريم. بحب هاني حتى على غيري، يعني لما بشوف فستان اي مطربه لابساه او اي ممثله لابساه بقول ده هاني بحيري، هو عمل صورة كده ومدرسة يعني خاصة بيه. هل بتحبي تحتفظي بفساتينك ولا ما عندكيش الهواية دي؟ لا بحب احتفظ بيها. الفساتين الحلوة قوي بحتفظ بيها. باقي بتوزعيهم؟ طبعا طبعا.